وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقاء جديد من لقاءات دقائق القراءات وباب وقف حمزة وهشام على الهمز. كلمة شيء المرفوعة، كلمة شيء المرفوعة لنا فيها ستة أوجه، ثلاثة مع النقل وثلاثة مع الإدغام. مع النقل سكون محض، شيء 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 مع هدوء يعني، والنقل مع الروم، شيء 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 شيء، والنقل مع الإشمام، شيء شيء شيء، وأيضا الإدغام يعني نحول الهمزة إلى ياء وندغمها في الياء، شيء شيء، ومع الروم شيء 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 شيء، ومع الإشمام شيء شيء شيء. وإذا كانت شيء مكسورة نحذف وجهي الإشمام، سواء مع النقل يعني شيء إن الله بكل شيء إن عليم، إذا وقفنا على شيء المجرورة نفس الأوجه لكن نحذف وجهي الإشمام، يعني في الروم نقول شيء 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 شيء، مع الروم مع النقل شيء، ومع الإدغام شيء، والإشمام لا يتأتى في المجرور، الإشمام لا يتأتى في المجرور. أما شيئا طبعا فهذه لها طريقة أخرى لحمزة وحده، شيا وشيا وجهان فقط، لأنه الروم والإشمام يأتي فيه الهمز المتطرف. ومع مسألة أخرى من مسائل هذا الباب الشائك في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.